ومن نيويورك ينضم إلينا المحلل السياسي أحمد فتحي. بداية سيد فتحي، يعني برأيك ما هي الحلول المتاحة أمام الغرب لاحتواء الأزمة الأوكرانية دون أن يصطدموا بروسيا؟ يوجد على المدى القصير ضرورة توفير المصادر المالية اللازمة لأوكرانيا حتى تستطيع أن تواجه التزاماتها المالية تجاه روسيا والدول التي تتعامل معها في شؤون التجارة الدولية. هذا على المدى القصير. على المدى المتوسط يجب استمرار المفاوضات بين الحكومة الانتقالية في كييف والحكومة الروسية بالاشتراك مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية بهدف الوصول إلى حل دبلوماسي بما يحفظ سيادة أوكرانيا على أراضيها ووحدتها الإقليمية. هذا على المدى المتوسط. على المدى الطويل بكل أسف أنا لا أرى أن روسيا في الوقت الحالي لن تقوم بإعادة القرم إلى أوكرانيا، ولكن ربما يكون هناك حلول باتباع أسلوب الإدارة الفيدرالية بين الأقاليم الأوكرانية. طيب، المختلفة. طيب، يعني كانت هناك سلسلة من التحذيرات لموسكو ولكن من دون نتيجة، هل تعتقد أن الاجتماع المرتقب هذا سيحقق نتيجة واضحة؟ يوجد لدى الطرفين روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة أوراق يستطيعوا أن يستخدموها في الضغط على بعضهم البعض، فهنا يوجد نوع من السيمترية في المواقف بين الطرفين، أننا نتكلم عن قوتين متعادلتين في القوة، وهنا أعني الولايات المتحدة وأوروبا في ناحية وروسيا في ناحية أخرى. تستطيع روسيا أن تؤثر في مصالح الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال بطريق تأخير تسليم شحنات الغاز وهي لازمة لتوليد الطاقة والصناعة إلى آخره، وتستطيع الولايات المتحدة وأوروبا التلويح بإمكانية الاستمرار في بناء الحائط الصاروخي في بولندا كرادع للاتجاه الروسي للتمدد في ناحية أوكرانيا، ولكن الطرفين حتى الآن لا يريدوا أن يصعدوا الأمر إلى هذا المستوى، ويتم الضغط على أوكرانيا مباشرة بتقليل أو منع تسليم شحنات الغاز إلا إذا قاموا بتسديد الديون المستحقة إلى شركة غاز بروم، هي شركة حكومية روسية. نعم، أحمد فتحي المحلل السياسي من نيويورك، شكرا جزيلا لك.